يعطيكم العافية. نستكمل حديثنا إن شاء الله في chapter 3. The unit technique is one that is widely known and understood. A permanent factor is used along with the appropriate number of units to find the total estimate of cost. An often used example is the cost of the particular house. Using a permanent factor, say 120 per square foot, and applying that to a house with 3,000 square feet results in an estimated cost of 120 product 3,000 is unequal $360,000. The technique is useful in preliminary estimates, but using average cost can be very misleading. يعني بحكي تقنية الوحدة هي تقنية معروفة ومفهومة على نطاق واسع أو بشكل واسع. يتم استخدام لكل وحدة عامل أو تسمى لكل عامل وحدة اللي هي per unit factor، بالإضافة إلى العدد المناسب من الوحدات للعثور على التقدير الكلي للتكلفة. يعني على سبيل المثال بنستخدم في كثير من الأحيان، أو هذا الإشي بيستخدم في كثير من الأحيان مثل بحث أو مثال، على سبيل المثال يعني هذا مثال مشهور على هذا الإشي، إنك تجي تكلفة منزل معين. يعني على سبيل المثال باستخدام البير يونت فاكتور اللي هو لكل وحدة معامل أو عامل لكل وحدة، لو حكينا إنه سعر الوحدة الواحدة اللي هي عبارة هون عن الفوت القدم، سعر القدم المربع الواحد كان 120 دولار، وأنا كان عندي مساحة المنزل 3000 قدم مربع، وبالتالي القيمة التقديرية لهذا المنزل راح تكون سعر القطعة الواحدة أو الوحدة الواحدة اللي هي عبارة عن الفوت، سعر القدم المربع الواحد في مساحة المنزل اللي هو عبارة عن 3000 قدم مربع، وبالتالي بصير 120 ضرب 3000 قدم مربع بيعطيني 360 ألف دولار. هاي التقنيات ممكن تكون مفيدة أو مفيدة في التقديرات الأولية، ولكن استخدام المتوسط التكاليف قد يكون مضل للغاية. تمام، يعني التقديرات الأولية هاي بتساعدني كثير، لكن لما استخدم الـ average cost ممكن هاي تسبب لي مشاكل وتوهني. تمام، الآن نروح على الفاكتور تكنيك. طبعا نسيت أذكر اليونت تكنيك، احنا تكلمنا في فيديوهات سابقة عن المودلز اللي ممكن استخدمها في انواع عديدة من التقديرات. حكينا عن الاندكسز في فيديوهات سابقة، ومن شوي حكينا عن اليونت تكنيك اللي هي تقنية الوحدة، والآن نحكي ان شاء الله عن الفاكتور تكنيك اللي هي تقنية المعامل او العامل. The factor technique is an extension of the unit technique where the products of several quantities are summed and then added to component estimated directly. بحكي لي تقنية المعامل هي امتداد لتقنية الوحدة، حيث أن المنتجات للكميات المتعددة تجمع وثم تضاف لمركبات المقدرة بشكل مباشر. يعني لو شلنا الصميشن وشلنا هذا الحد تيرم كله، او لو غطينا على الصميشن هذا وغطينا على الدايركت كوست مع الصميشن تبعها، بتصفي عندي اف ام في اليو ام. ترجع هي نفسها اليونت تكنيك، لانه عبارة عن سعر الوحدة في عددهم اللي هي عبارة عن 120 دولار اللي كنا نحكي احنا، سعر الفوت الواحد في عدد الفوت اللي عندي كان عبارة عن 3000 فوت، لكن هنا عبارة عن صميشة، فممكن يكون عندي أكثر. لو حكينا مثلا أسعار منازل ممكن يكون أكثر من أسعار من سعر منزل، وكل قطعة أو كل قدم مربع للمنزل لمنزل معين لمساحة منزل معين لها سعر معين حسب طبعا المنطقة. ممكن نحكي يعني على سبيل المثال لو رحنا المنزل الأول كان سعر القطعة أو سعر القدم مربع 120، وعندي مساحة المنزل 3000 قدم مربع، رحت على المنزل الثاني في حي ثاني كان سعر
متر أو سعر القدم المربع، أو سعر القدم ممكن نحكي، سعر القدم كانت عبارة ممكن نحكي 300 دولار، وكانت مساحة المنزل 2000 متر مربع وإلى آخره، بس بتعمل صميشن. بالإضافة تكلفة كل منزل بشكل مباشر اللي هي حكينا عنها في البدايات، تكلفة العامل، تكلفة اللي تستطيع إنك تحطها بشكل مباشر بدون ما تحتاج إلى بعدين. تمام، يعني تكلفة واضحة ممكن نحكي، يعني التكلفة المباشرة. سي كوست بينج استيميتد، التكلفة اللي راح تقدرها. سي دي كوست اوف ذا سيلكتد كومبوننت دي استيميتد دايركتلي، التكلفة المركبة دي اللي انت راح تقدرها بشكل مباشر. اف ام كوست بير يونت اوف كومبوننت، تكلفة الوحدة، تكلفة القطعة الواحدة للمركبة ام. يو ام نمبر اوف يونتس اوف كومبوننت ام، يو ام اللي عدد الوحدات للمركبات، عدد الوحدات للمركبة ام، يعني كم جزء بتكون. تمام، ننتقل للسلايد الثالث. Parametric cost estimating is the use of the historical data and statistical techniques linear regression to predict future cost. Parametric models are used in the early design stages to get an idea of how much the product or project will cost on the basis of a few physical attributes such as weight, volume and power. هون بيحكي تقدير التكلفة البارامترية واستخدام بيانات التكلفة المؤرخة يعني موجودة عندك من أول، والتقنيات الإحصائية بين قوسين الانحدار الخطي اللي هو ممكن نحكي الكيرف الخطي، الكيرف البيان الخطي تستخدمه لتوقع التكاليف المستقبلية. زي ما نعرف احنا بنستعمل دائما عن طريق برامج السيميوليشن، ممكن نحكي انت بتعطيه داتا على شكل تيبل، هو بيعطيك الكيرف تبع البيانات هاي كيف ممكن تكون، ممكن تكون في عندي ارباح، ممكن ما تكون في عندي ارباح، عن طريق الكيرف الخطي بعملية السيميوليشن على الكمبيوتر ممكن نحكي. تمام، parametric models are used in the early. تمام، هلا بتستخدم النماذج البارامترية في مراحل التصميم المبكرة للتعرف على مقدار تكلفة المنتج، تمام، أو المشروع، على أساس بعض الخصائص الفيزيائية أو المادية زي الوزن، الحجم، القدرة أو الطاقة ممكن نحكي لها. تمام، the power sizing techniques or exponential model is frequently used for developing capital investment estimates for industrial plants and equipment. الآن إحنا حكينا عن البارامتريك cost estimating، تقدير التكاليف البارامترية من نهاية إنك تقدر ممكن نحكي size أو volume، تمام، الفيزيكال اتريبيوتس نحكي. الان هنا كثير ما بنستخدم تقنية تغيير حجم الطاقة لتطوير او ما تسمى النموذج الاسي لتطوير تقديرات استثمار رأس المال اللي هو الكابيتال انفستمنت للمعدات الصناعية ممكن نحكي والمصانع. يعني هنا انه احنا كثير ما بنستخدم تقنية تغيير حجم الطاقة او ما تسمى النموذج الاسي لتطوير تقديرات استثمار رأس المال للمصانع for industrial plants and equipment والمعدات الصناعية. تمام، الآن هاي التقنية تحجيم الطاقة المتسمى في النموذج الأسي بشكل متكرر أو كثير تستخدم لعملية
لتطوير أو لتقدير لتطوير تقديرات استثمار رأس المال، تمام، للمصانع والمعدات الصناعية. أنا هاي الطريقة من أكثر الطرق بجوز المستخدمة عندي. ليش؟ أو شو ماهية هاي الطريقة؟ إنك أنت بكون في عندك طلب معين أو سايز معين بتكلفة معينة، تمام؟ فأنت بدك بالاعتماد على هاي التكلفة وعلى هذا بالاعتماد على هاي التكلفة وعلى هذا السايز، عندك صار في سايز جديد، قديش مو راح تكون تكلفته؟ فبالتالي تكلفة السايز الجديد اللي هو A تساوي تكلفة السايز القديم تكلفة B بين قوسين السايز الجديد اللي بدي اياه على السايز القديم يكون مرفوع للأس X. طبعا اذا بنلاحظ هذا تقريبا نفسه نفس قانون السنجل ايتمز تبع الاندكس اللي هو الاندكس تبع السنة الحالية او تكلفة السنة الحالية تساوي تكلفة السنة السابقة في الاندكس تبع السنة الحالية على الاندكس تبع السنة السابقة. بدل السايز حط اندكس بس لكن قانون الاندكس ما في اكسبوننشال، علاقتهم كانت لينير ممكن نحكي، هون اكسبوننشال علاقة مرفوع لاكسبوننشال. كوست اي كوست اي كوست فور بلانت اي كوست بي كوست فور بلانت بي، يعني هاي كوست للشريحة اي ممكن نحكي، وهي كوست للمسطح او بي ممكن نحكي او المصنع الى اخره شو ما كان. سايز اي سايز فور بلانت اي حجم البلانت اي، سايز بي سايز اوف بلانت بي حجم بي ممكن نحكي. وحكي لكم ملاحظة مهمة، both in the same physical units لازم size A و B بنفس الوحدة الفيزيائية، يعني مثلا size هنا ممكن نحكي لتر، هون كمان لازم يكون لتر كحجم، شو ما كانت وحدة A لازم تكون وحدة B نفسها بالسايز. و C A و B تكاليف، فحكي لهم بكون في الدولار، تمام. والاكس هذا الفاكتور المرفوع له السايز او البيرسنت تبعت السايز نسبة السايز، هو الكوست ناقص كاباسيتي فاكتور ريفلكت ايكونوميز اوف سكيل، هو التكلفة ناقص معامل السعة اللي بيعكس لي سكيل السكيل الاقتصادي، تمام. الان ان شاء الله راح ناخذ عليه مثال وراح نوضح الفكرة ان شاء الله، وراح ندمج هذا الاشي مع سؤال سابق مع اشي اخذناه بالسابق، بحيث السؤال يشمل لي ان كيف بدي تكلفة اشي حالي من اشي سابق. راح استخدم فيه قانون سينجل ايتمز تبع الاندكس، راح استخدم فيه قانون الباور سايزنج تكنيكس اللي هو تقنية تهجيم الطاقة او القدرة، تمام. يعطيكم العافية.